الشرطه المنزليه تبقى كويسه بس في اماكن معينه تبقى برضو تخص النساء، ما ينفعش يبقى فيهم خدمه ليليه او هم يبقوا موجودين بالليل او حاجه، ممكن زي مثلا المطارات، ممكن زي تامين المستشفيات في اماكن معينه خاصه، يعني ما ينفعش يبقى برضو تخص النساء بس. ايه رايك ان هم بيستخدموا النساء دلوقتي في الشرطه ينفخوا في الحرش قدام المدارس؟ ايه رايك؟ مدارس بنات ولا مدارس صبيان؟ مدارس بنات ممكن يعني، لو بس يبقى ممكن برضو عشان موجود بنات يبقى معاهم مثلا ايه حد من الشرطه برضو، بس يكون يعني ايه رجاله او كده يعني، او ضباط بمعنى اصح. ده شيء كويس يعني، برضو حاجه جديده وحاجه في نفس الوقت ممكن تساعد على قبض على المجرمين اللي هم مثلا بيعكسوا البنات الكلام دوت، تمام. ودي حاجه جديده كويس الشرطه بتعمل حاجه زي كده يعني البلد. هما دلوقتي في شرطة نسائية بنشتغل لمكافحة التحرش، ايه رأيك في الموضوع ده؟ الموضوع جميل جدا جدا جدا، وكويس الشرطة اللي عاملة حاجة زي كده برضك تحافظ على البلد وتحافظ على البنات اللي هما في البلد برضك. طبعا لازم الست يكون ليها وضع في المجتمع زي الراجل. الست يعني رأيك ايه؟ حاجة حلوة؟ رأيي طبعا لازم تساعد الراجل. وايه رأيك ان هما دلوقتي بيستخدموهم في مكافحة التحرش عند المدارس؟ لا ده شغل بقى، المفروض ده شغل امن بقى. ما هما بيشتغلوا الامن. ده شغل امن المفروض يعني. وبعدين هي بنت لو كويسه ما حدش يقدر يقرب جنبيها. انا بنت لو محترمه وفي حالها ما فيش حد يقدر يقرب جنبيها طبعا. والله انا شايف ان الست مالهاش الا البيت. في الشغل الشرطه ما تنفعش. ليه؟ لا اي معامله وكلام والفاظ مش هتنفع مع الناس في الشارع. الراجل راجل والست ليها البيت. ورغم كده برضه ممكن نشغلها مع سجن النساء، ما نشغلهاش في الشارع مع رجاله، دي رجاله مش هتقدر تسد معاهم، بس مش اكتر من كده. طب ايه رايك ان هم دلوقتي في شرطه نسائيه لمكافحه التحرش؟ لا والله انا شايف ان التحرش ده سلوك انساني، العيب في البشر ذات نفسها، لكن بالنسبه للست هتنزل تعمل ايه مع رجاله في الشارع؟ ضعيفه. الست ليها الست، الراجل ليه الراجل. والله مشروع المفروض يبقى كويس، لكن الظروف الآنية صعبة شوية، بلد في حالة حراك اجتماعي وفي حالة تغيرات. نعلم أن دور المرأة في أي مجال كويس جدا، لكن الشرطة النسائية تخصص شعب شوية صعب شوية في الظروف اللي احنا فيها. عشان نبقى موضوعيين، ثقافة المجتمع يعني محتاجة شوية عشان نوصل للمستوى ان يبقى عندنا شرطة نسائية. طب ايه رأيك ان هما دلوقتي في شرطة نسائية لمكافحة التحرش قدام المدارس بتاعت البنات؟ ايه رأيك؟ انا الخوف للتحرش يبقى مع الشرطة النسائية نفسها.